اختلالات متعددة يعاني منها سوق العمل الأردني ازدادت بعد قدوم اللاجئين السوريين لتفاقم مشكلة تراجع العديد من مؤشرات وشروط العمل اللائق والحقوق الإنسانية في العمل في غالبية القطاعات الاقتصادية غير المنظمة. قلة فرص العمل للأردنيين مشكلة عانى منها السوريين أيضاً الذين حاولوا الحصول على عمل. طب إيش رأيك بالقعدة هون؟ القعدة موت. يعني أنت نفسك تشتغل، نفسك حدا يشغلك؟ بحثنا كثير عن عمل بس ما عم يصح لنا. والازدحام بالسوق الأردنية على الفرص القليلة المتوفرة جعل العديد من الأردنيين يتذمرون. بيشتغلوا بالدهانات وبيشتغلوا بالجبصين وبيشتغلوا بالبلاط، يعني بيجي مثلا بده ياخذ المتر بثلاث ليرات، بيجي بيتفاجئ بلاقيه بليرتين ياخذوا السوري او ليره 75، في فرق. فبقول لك لا بجيب هذا بارخص لي. والجبصين مثلا ثلاث ليرات ونص متر او اربع ليرات، بيجي بيتفاجئ بلاقيه بليرتين. كما تاثرت الحاله الاقتصاديه بعمومها حسب المواطنين. رفعت علينا كمان اسعار، يعني اللي هن اجارات الدور، يعني بدك تروح تدور على بيت ابو المية صار ب200 وابو ال200 صار ب400. هرب اللاجئون السوريون من الحرب، لكن ليس الى جنة متوقعة، انما لبلاد لا يجد فيها مواطنوها العمل بسهولة، مما فاقم ازمتهم وازمة الاردن كبلد مضيف.